صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار بوقف مشاركات جميع موظفي الجهات الحكوميه بجميع مستوياتهم الوظيفيه خارج المملكه للمهمات الرسميه او التدريبيه ايا كان نوعها او الغرض منها لكافه الدول وذلك لمده اسبوعين من تاريخه